أبدأ اليوم رحلة بحث طويلة. أعلم أنه عمل شاق، لكن ما أمتع أن تغوص في بطولات الشرطة المصرية بسجلاتها المحفورة في التاريخ. لقد اخترت هذا الطريق حباً في الوطن وتقديراً وإجلالاً لرجاله المخلصين، لكن من أين أبدأ البحث في هذا التاريخ العظيم؟ عشرات المقالات، مئات الكتب والمراجع، أبحاث وصور. الساعة بقت 12 بالليل يا دكتور. دكتور إيه بقى؟ الظاهر إن أنا اخترت موضوع كبير قوي، مش عارف أبتدي منين. معك حق، تاريخ الشرطة طويل وعظيم. شايف الكتب اللي حواليك دي؟ دي جزء بسيط من أجمل قصص البطولات النادرة. فعلا أنا عارف إن البحث صعب بس يستاهل. أنا كنت بدور على معركة الإسماعيلية 25 يناير سنة 52. أنا هحكي لك الحكاية من أولها، من قبل معركة الإسماعيلية. تعرف الحكاية دي بدأت إمتى؟ طبعاً لما الحكومة المصرية ألغت معاهدة 1936 في أكتوبر 51. وبطبيعة الحال الشرطة المصرية كانت في خط المواجهة الأول، وظهرت في الفترة دي بطولات نادرة لرجال الشرطة الأبطال. عندك مثلاً عبد الفتاح ونيم ضابط شرطة القنطرة، كان بيمد الفدائيين بالأسلحة، كان بيقوم بتخزينها وجمعها علشان يبعتها لهم، يمكن تكون وسيلة لمواجهة العدو. وكان بيتولى تهريب السلاح للفدائيين بشجاعة ومن غير خوف أو تردد. مين؟ ما تخافش يا حبيبي، ده أنا. خير يا أمي؟ يا ابني أنت ما أكلتش حاجة من صباحية ربنا. مفيش وقت، لازم أسلم السلاح للفدائيين حالا. بس استنى لما أختك وابنها يطمنونا أن الطريق أمان. طريق أمان؟ أنت إزاي تسيبيهم يعرضوا حياتهم للخطر كده؟ يا ابني ما هي مش لوحدها، معاها راجل قد الدنيا أهو. وهو انت يعني تعرض حياتك للخطر ومستقر علينا نساعدك؟ اطمن، انا اتاكدت ان مفيش دوريات في الشارع. تقدر تنزل دلوقتي يا خالو. انا جايه معاك، هشيل معاك السلاح والذخيره. لا كفايه قوي اللي انتوا عملتوه، خلوا بالكم من نفسكم، خدي بالك منهم يا امي. ربنا ينصرك انت وزمايلك وترجع لنا مرفوع الراس. يلا مفيش وقت، قلبي معاك في كل خطوة بتخطيها. يا ربنا ينصرك يا ابني يا رب. الملازم أول حافظ عفيفي قائد نقطة شرطة التل الكبير. مكتوب هنا أن ضباط الشرطة المصرية ساعدوا العمال اللي رفضوا أنهم يتعاونوا مع معسكرات الاحتلال. حافظ عفيفي كأني شايفه دلوقتي واقف وسط العمال على رصيف محطة القطر، هم محوطينه بطل وسط أهله وناسه. على جثتنا إننا نعدت معسكرات الإنجليز تاني. بعد اللي بيعملوه يبقى نشوف إزاي يعملوا أشغالهم من غيرنا. لو في إيدينا سلاح كنا دفعناهم التمن غالي. ودي حاجة صغيرة إنك تضحي بشغلك ورزق عيالك عشان خاطر بلدك وتقطع عيشك بنفسك؟ لو ما تلاقيش المتغمسة بدم أخويا ما تلزمنيش. يا حضرة الضابط ربك اللي بيرزق، ومن النهاردة وطالع يحرم علينا نخطي عتبة الكم. يبقى نتعاهد على كده يا رجالة. وإيه حكاية خطف الضباط المصريين دي؟ لما سلطات الاحتلال اتأكدت إن الشرطة المصرية هي الخطر الأعظم بالنسبة لهم وإنها بتدعم الفدائيين، بدأوا بخطف الضباط. وصل عنادهم انهم خطفوا الملازم اول عبد الخالق بركات ضابط نقطه جنيفا،
وحققوا معاه. اتحاولش الانكار، انت المحرض الاول للعمال بسبب تحريضك على الشغب والامتناع عن العمل. انخفضت العمالة في معسكراتنا بنسبة 98%. اللي انا مستغرب له ان لسه في 2% موافقين يتعاونوا معاك. يعني بتعترف بالجريمة؟ اللي انت بتعتبره جريمة انا بشوف انه شرف، واجب وطني. انت مش عارف تعمل شغلك يا حضرة ضابط. انا شغلي ان احمي اهل مصر، احفظ كرامتهم. انت عارف نتيجة موقفك ده ايه؟ عارف، حتى لو خلصت مني في 100 ضابط ممكن يقوم بدوري. مفيش حد في التاريخ قدر يهزم إرادة المصريين. بطل. كلهم كانوا أبطال، لكن محدش شاف اللي تعرض له الضابط أحمد لطفي الخولي. خدوه رموه في مكان بعيد في الصحراء في عز نقحة الشمس، من غير مية ولا أكل، لحد ما فقد الوعي. ايش يا فندم؟ اطمن، انا جندي من سلاح الحدود. الحمد لله. أرجوك خد الأقرب نقطة بوليس. يا فندم الحمد لله إن ربنا نجاك. المهم دلوقتي صحتك. الخونة سابوك وسط الصحراء وربنا بعت لي ليك. وديلي أقرب نقطة بوليس بسرعة. حالتك ما تسمحش يا فندم. أنا لازم أوصلك لأقرب مستشفى. حياتك في خطر. مش مهم. حياة ناس كتير هتكون في خطر. لما بلغتش القيادة باللي بيحصل. أرجوك ساعدني. معركة الإسماعيلية الأولى 17 و18 نوفمبر. دي معركة بلوكات النظام. أيوة، لما حاول جيش الاحتلال يحتل الإسماعيلية وهاجم عساكر بلوكات النظام في سكانتهم، احنا عمرنا ما كنا بنبتدي بالعدوان. البادي أظلم، هم هجمونا واستشهد مننا أبطال، وإحنا لازم نعلمهم درس ما يتنسيش. ده غدر وخيانة إنهم يضربونا وإحنا في سكناتنا. إحنا معاكم إيد واحدة نتدرب ونقوم بأعمال فدائية. أنتوا بتقدموا أرواحكم علشاننا، يبقى لازم نقاوم لحد ما نطرد المحتل. هنطردهم في كل مكان وهننتقم لإخواتنا الشهداء. هم اتجننوا لما لقوا الشعب بينضم للشرطة، ما يعرفوش إن الشرطة والشعب روح واحدة وجسد واحد. بقوا بيضربوا في الشوارع، ما بيفرقوش بين الشرطة والمدنيين. كده الموضوع ما يتسكتش عليه، لازم نهاجمهم عشان دي معركتنا كلنا. عندك حق، احنا مش هنسيب اهالينا ينضربوا ونقف نتفرج. كان نفسي اعيش في الزمن ده واشارك في النضال. الكل بيناضل وقت البلد ما بتحتاجه. تعرف حماسك وحبك للبلد ده بيفكرني بيه؟ بيفكرني بثلاث ضباط طلبوا نقلهم من القاهرة لمدن القنال: صلاح ذو الفقار، مصطفى رفعت، وصلاح الدسوقي. معقول تبقوا مستقرين في القاهرة وعاوزين تتنقلوا الأرض المعارك فيها في ذروتها؟ عارفين يا فندم ومستعدين. وده السبب يا فندم اللي خلانا نطلب نقلنا، عشان نكون جنب إخواتنا من البوليس والأهالي. عشان كده بنطلب من سيادتك يا فندم إنك توافق على طلبنا. أنا لولا عارف إن ده واجبنا وكنتش وافقتكم. توكلوا على بركة الله. 3 ديسمبر 1951 حي الأربعين في السويس. الحكومة البريطانية رصدت مكافأة 1000 جنيه للإرشاد عن الضابط البطل نظير دميان. يبقى ده أكيد قائد الفرقة اللي قتلت الميجور روز. المحتل رصد المكافأة لكن الشعب المصري كله رفضها وساعد نظير دميان. سيجارتس! 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 سيجارتس يا بي. ألف شكر. ده الباسبور بتاعك، كلها ساعتين وهنطلعك على السفينة. المعلم رضوان بيطمنك وبيقولك
إن إحنا هنساعدك تهرب من هنا. حضرتك مش عارفني؟ أنا رزق يا فندم، رزق اللي كان هيتاخد ظلومة في قضية التهريب، وحضرتك نصفتني ورديت كرامتي قدام كل الناس. تسلم إيدك يا فندم، اللي عملته في حي الأربعين خلاهم يترعبوا، بس أنت في أمان ومحدش يقدر يوصل لك طول ما إحنا حواليك. أنت ياما نصفتنا وجه الوقت نرد لك الجميل. ما كنتش متخيل إن اللي إحنا بنعمله الناس حاسة بيه للدرجة دي. يا حضرة الضابط، اللي زيك ما يتقدرش بمال، ربنا يكتب لك السلامة. سيجارت 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 سيجارت. شوف نبل المواطن المصري وفدائيته. ايوه، المواطن هو كمان دفع ثمن كبير. تخيل المحتل في 8/12/51 وصل بيه الوحشية انه يهد كفر عبده في السويس بالكامل، لكن برضه لا الشرطة ولا الشعب استسلموا. عندك اليوزباشي عبد الكريم درويش اكتشف بحكم عمله في مركز ابو حماد ان قوات الاحتلال اكتشفت ان في مجموعة من الفدائيين في غرب التل الكبير. سيدي، لقد اكتشفنا الموقع الذي يختبئ فيه الفدائيون. عليك بالتوجه فورا لتفجير الموقع. ما خافش على وظيفته، ساب عمله وجري علشان ينقذ الفدائيين. انت عليك توزيع سلاح قبل العمليه، وانتم هتتولوا الهجوم وانا هام من ظهركم. المشكله مين هيراقب الطريق؟ فاطمه اختي. فاطمه، احنا مش عايزين نعرض حياتها للخطر. انتوا عارفين لو اتعرفت ممكن يحصل ايه؟ انا زي اي واحد فيكم، مش اقل منكم وطنيه ولا حب البلدي، واللي بتعمله الشرطه محتاج مسانده الشعب كله. المهم ان احنا نبقى جاهزين بكل اسلحتنا وذخيرتنا، لازم نبقى مستعدين. مين؟ افتحوا الباب فورا، انا اليوزباشي عبد الكريم درويش. لازم نتحرك باقصى سرعه. احنا ما عملناش حاجه يا فندم. اللي انتوا بتعملوه في منتهى البطوله، لكن قوات الاحتلال عرفت مكانكم وخلال وقت قليل هيفجروا المكان، عشان كده لازم نتحرك دلوقتي حالا. يلا 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 يلا، مش وقته. يلا. دقيقتين بعد ما خرجوا وانفجر المكان وخاب ظن المحتل لما اكتشف ان البيت فاضي وما كانش فيه حد. اما بقى معركة التل الكبير فدي ملحمة شهيرة. احكيها لك انا. لما الفدائيين والشرطة نسفوا قطر جاي من الإسماعيلية كان مليان جنود وسلاح علشان ضرب الفدائيين. الحمد لله، أنا كنت خايفة عليك قوي المرة دي. الحمد لله على سلامتك. ما سلمك، كان لازم أعمل كده عشان الإمدادات ما توصل لهمش. قوات الاحتلال كانت مستنية السلاح والجنود اللي في القطر عشان تبدأ في عملاتها الإجرامية. ماما، أصحابي في المدرسة بيحكوا عن البطل اللي ضرب القطر في التل الكبير. اللي عمل كده بطل، لا خاف ولا تهز، وكان كل همه يحمي بلده وأهله. أنا نفسي لما أكبر أبقى بطل زيه. بكرة تكبر، تكبر وتبقى بطل زيه وأحسن منه كمان. المهم تبقى قد المسؤولية، في وقت الجد تفدي بلدك، تصون أهلك وناسك، وتحميهم من أي عدو. توعدني؟ أوعدك يا بابا. ياه، دي فعلا ملحمة وقصص ما بتنتهيش. واللي حصل في 51 استمر لغاية 25 يناير 52، لما تأكد للمحتل إن رجال الشرطة هم اللي ورا كل المواجهات، قرر استبعادهم من مدينة الإسماعيلية وهاجم المحافظة. لكنهم واجهوا بشجاعة وبسالة وكبدوا العدو خسائر كبيرة، وحتى لما المبنى اتحرق بالكامل وخرجوا، خرجوا أبطال لدرجة إن قائد قوات الاحتلال
ضرب لهم تعظيم سلام، ومن يومها بقى 25 يناير هو عيد الشرطة المصرية. يا الوقت خدنا والنهار طلع. حكايتك فتحت عيني على بطولات ما كنتش شايفها. اللي حصل في 25 يناير لسه مستمر لحد دلوقت، ورجل الشرطة العظيم ده دلوقت العداء بتضرب له تعظيم سلام. العدو كل فترة بيتغير، لكن ضابط الشرطة المصري والشعب المصري دايماً بيبقوا قد المسؤولية.